السلام عليكم. لو احنا عايزين نضيف كاليندر للبرنامج اللي هو سينكرو، هروح قايل له كاليندر من نافيجيتور، ابدا افتح لي الكاليندر اللي هنا، ممكن اقول له اد واضيف كاليندر جديده. دلوقتي الكاليندر دي هي مظبطه على ان السبت والحد هما الاجازه، احنا عايزين نخلي الجمعه، فاجي هنا على الفرايداي وادوس رايت كليك واقول له ان ده يوم اجازه نون وركينج داي. ممكن تحدد اليوم ده بس، ممكن يكون يوم اجازه عاديه مثلا عيد الشرطه ولا عيد المساجين ولا اي عيد يعني. ممكن تقول له كل جمعه في الشهر دوت او كل جمعه في السنه كلها، فيبدا يعلمها في السنه كلها. طيب عايزين نشيل السبت والحد، انا صراحه مش عايز اشيلهم. طيب خلينا نقول له ايه، ان هو نورمال داي عادي بالشكل دوت. طيب ممكن نقول له بقى ايه، هنا هو شغال مثلا من الساعة 9 ل 5، فممكن تقول له add day type أو edit day type بحيث إن أنت تعدل المواعيد. ممكن تقول له لأ، ده احنا بنشتغل من 7 ل 5 17. تمام، ممكن تعمل create time block بس يبقى فيه وبالتالي كده اتعدلت معاك.